الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا، فضاء لعرض آخر التكنولوجيات في مجال تسيير المزارع والمساحات المزروعة. هنا بهذا الجناح يشرح هذا الشاب صاحب مؤسسة ناشئة مشروعه هو المتمثل في نظام التحكم في المزارع العمودية المغلقة. لافونتاج تاع لا تكنولوجي تاعنا اللي نقدموها بالفلاح هي ان نقصوا لا كونسوماسيون تاع الماء 95%، نقدموا لا بليس دو 120 برودوي اللي قاعد يتيليزيهم، وثاني في اسباس صغير تاع 300 متر كاري ايكيفالون تاع 5 هكتار في المساحات المفتوحه. الحاجه اللي رانا نهضروها دائما حنايا كشباب بلي الايكو سيستم تاع لي ستارت اب كلهم في الجزائر راه دائما يتاميليورا، وفي نفس الوقت الامتيازات اللي رانا نصيبوهم والابواب اللي رانا نصيبوها دائما مفتوحه في وجوهنا هو دليل على اراده الدوله في تطوير هذه النوع من المشاريع. مشروع اخر وطريقه اخرى مبتكره تعتمد على الذكاء الاصطناعي في استخدام الاسمده. استعمال تقنية طائرة بدون طيار بتقنية الذكاء الاصطناعي لتتبع الأمراض في الحقل. الهدف هو تقليل استعمال المواد الكيميائية، تسهيل أيضا العلاج، لأنه بعض الأحيان الجرارات ما يقدروش يدخلوا داخل الحقل، يعني يستعملوا الطائرة خير. ابتكارات الشباب الجزائري وقف عندها العديد من الزوار. أظن أن الفكرة التي قدمها لنا هذا الشاب مبتكرة وجديدة في مجال تسيير المساحات المزروعة. توجد أفكار كثيرة ومبدعة في هذا الصالون، والكثير أيضا من المنتجات الجيدة. رابور لاني باسي راكين تطور، راكين عارضين جدد، راكين حتى تطور في التكنولوجيا. كما لاحظت مثلا هذه التقنية الجديدة، يعني تقنية جد رائعة، انه استخدموا تكنولوجيا باش يساعدوا الفلاح انه بوغ ايفيتي لي مالادي في الزراعة نتاعو. الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي فضاء ايضا لعرض مختلف المعدات في المجال.